في المسائية. السجلات السياسية تكشف عمق المأزق الداخلي في تل أبيب وتثير تساؤلات عن علاقتها مع الخارج. هل تجاوز الانقسام الإسرائيلي نقطة لا عودة؟ تباين أوروبي أمريكي إزاء تبعات المواجهات في أوكرانيا مع تفضيل واشنطن المصلحة على الشراكة. هل تتحمل القارة العجوز كامل فاتورة التبعية؟ المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.